السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة من حوار المساء. عقد المؤتمر الوطني العام اليوم جلسة قام من خلالها بالاستماع لوزير المالية والإدارات التابعة له، ناقش فيها الوضع المالي والاقتصادي في ليبيا. فما أهم ما جاء في هذه الجلسة؟ وهل هناك فعلا أزمة مالية تمر بها البلاد؟ وما حجمها؟ وماذا عن ميزانية 2016؟ وهل هناك فارق في أداء الحكومة المالي بعد التعديل الوزاري الأخير؟ كل هذه الأسئلة وغيرها نطرحها اليوم على ضيفنا الأستاذ إسماعيل عايب، عضو المؤتمر الوطني العام وكذلك عضو اللجنة المالية بالمؤتمر. أهلا وسهلا بك أستاذ إسماعيل العايب. مرحبا بك يا عبد الرحمن. طيب أستاذ إسماعيل عايب، يعني في البداية دعني أسألك، كيف تقرر أن تكون هذه الجلسة جلسة اليوم هي لمناقشة الاستماع إلى وزير المالية ومناقشة الوضع المالي للبلاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأكرم الأمين، وبعد. حقيقة أن المؤتمر العام في الفترة الماضية كان جل وقته هو نحو الحوار، إلا أن هناك اجتماع ضم السيد الرئيس والنائب الأول وكذلك رؤساء اللجان، وتم الاتفاق في هذا الاجتماع أن لابد أن المؤتمر يمارس دوره الرقابي لمتابعة الحكومة. طبعا المؤتمر في الفترة السابقة قد قام بتعديل التشكيل الحكومية إلى 12 الوزارة، وتم الاتفاق استدعاء كل جلسة أو كل أسبوع وزير من الوزراء، تم استدعاء وزير الصحة، واليوم تم استدعاء وزير المالية من أجل الوقوف على أهم الصعاب التي تواجه هذه الوزارة ولمناقشة ما تم صرفه في ميزانية 2015 وما هي الرؤية في 2016 إن شاء الله. طيب إذا كان من ضمن الحضور وزير المالية ومعه مدراء الإدارات والصناديق، ما أبرز ما جرى في هذه الجلسة أو استمعتم إليه أو تم طرحه؟ طبعا هو الحضور كان وسيد وزير المالية مشكور مع مدراء الإدارات بهذه الوزارة، وكذلك صندوق الضمان الاجتماعي متمثل في مدير صندوق في طرابلس، وكذلك صندوق الإنماء الاجتماعي والاقتصادي لمناقشة موضوع الحوافد الاستثمارية أو الحوافد الخاصة بمحددي الدخل. السيد وزير المالية حقيقة اليوم أبلى بلاء حسن، وتم استعراض ما تم إنفاقه خلال الموازنات المالية الخاصة ب 2013 و 2014 و 2015. استعرضنا ما تم صرفه وما تم إراده وما العجزات التي حدثت في هذه الميزانية، وكذلك ما هي الصعاب التي تواجه في تمويل الميزانية في السنة الحالية هي 2016. والحقيقة يعني حاول تبسيط المسألة وإعطاء المواطن الليبي بالدرجة الأولى والرأي العام في ليبيا أن فعلا هناك أزمة اقتصادية في ليبيا، ولكن ليس بالسوء الذي يسوق له أو يسوق له بعض الأطراف السياسية أو بعض أصحاب الأجندات أو من يريدون فرض أمر واقع على الشعب الليبي. فعلا هناك أزمة، ولكن هذه الأزمة بتضافر الجهود بين حكومة الإنقاذ والمؤتمر العام والجهات العامة والمواطن الليبي يمكن أن يتم اجتياز هذه المحنة وهذه الأزمة ووضع حلول وبدائل لإيرادات النفطية التي هي نقصت في خلال الميزانية 2015 و2014. طيب ما هو حجم هذه الأزمة بحكم استماعكم اليوم؟ والله حقيقة فعلا لو افترضنا مثلا في ميزانية 2013 كانت الميزانية حوالي 67 مليار، وفي 2015 كانت 42 مليار وسجلت عجز فيها 25 مليار. ما تم انفاقه او صرفه خلال 2015 حوالي 38 او 36 مليار دينار. الأزمة تتمثل في إيقاف الصادرات النفطية وإدخال الحقول والموانئ النفطية، مما أدى إلى دني الإيرادات الليبية، الأمر الذي أدى إلى وجود عجز في هذه الموازنة. ولكن رغم هذه الأزمة، أن وزير المالية حقيقة أبدى استعداده وأعطانا طرح علمي وبأسس ومعايير علمية من أجل العمل مع المؤتمر ومع الجهة العامة لتدليل الصعاب من أجل الخروج بالأزمة الاقتصادية التي هي في حقيقتها أزمة إقليمية دولية وأزمة ليبية متفاقمة نتيجة لإقفال الحقول النفطية.
طيب ذكرت اقفال الحقول النفطيه، ولكن ماذا عن تدني سعر برميل النفط ايضا؟ هذه يعني كما قلت ان هذه الازمه ازمه عالميه، الازمه العالميه هي انهيار اسعار النفط بالدرجه الاولى، وكذلك الشكل المضاعف في ليبيا، انهيار اسعار النفط بالاضافه الى تدني الصادرات، الصادرات الليبيه حوالي 300 الف برميل، وفي سنه 2013 كانت الصادرات حوالي 1,600,000 برميل، هذا كله بيأثر على الميزانيه. ولكن حقيقه الامر اليوم تم وضع المؤتمر الوطني العام صنع القرار من قبل وزير المالية أن فعلا هناك أزمة، ولكن هذه الأزمة يمكن أن نضع لها حلول وبدائل، وممكن توفير طيب موارد للتمويل من خارج الميزانية. قبل أن ندخل في الحلول والبدائل، أريد أن أسألك حول هذه الأزمة، وجوهها، أوجه هذه الأزمة. هناك يعني أزمة في تصدير النفط أو توقف الحقول النفطية والموانئ إلى آخره، هناك أزمة في موضوع انخفاض سعر النفط، ماذا عن أزمة الفساد؟ الفساد ينخر في مؤسسة الدولة ويهدر في كثير من الموارد والأموال. فعلا أن المشكلة الليبي تحديدا هناك عدة عوامل أثرت على العجز في الموازنة، هي أول بالدرجة الأولى هو تدني الصادرات، الأزمة الثانية أن هناك فعلا هناك فساد مستشري في بعض الجهات العامة وبعض وزاراتها وبعض إداراتها، والنقطة الأخرى فعلا أنه انهيار سعر البترول. ولكن هناك خطوات عملية اتخذها المؤتمر الوطني العام بالتنسيق مع الحكومة فيما يخص مثلا مكافحة الفساد، لابد من تبني بعض التشريعات وتعديلها، وخاصة المتعلقة بالأجهزة الرقابية، فقد قام المؤتمر في الأسبوع الماضي بتعديل قانون 19 سنة 2013 الخاص بديوان المحاسبة، وتم منح السيد أو منح ديوان المحاسبة اختصاصات للعمل على ضبط كل المخالفات سواء في القطاع العام أو الخاص أو الشركات الأجنبية، وتم منحها الإذن أو منحها الصلاحيات التي يتخذها في سبيل تحصيل المال العام في حال وجود اختلاسات أو تهرب ضريبي أو تهرب جمركي أو غيره. وكذلك نحن الآن بإذن الله تعالى في اللجنة المالية حنشرع إلى تعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية والعمل على إعطاء هيئة الرقابة الإدارية الاختصاص الجنائي الذي حقيقة كان لها في السابق، وتم يعني في القانون 20/2013 لم يتم منح هذا الاختصاص. الآن العمل على تفعيل هذه الأجهزة الرقابية وتوعية المجتمع وتوعية المواطن والموظف العام من أجل مكافحة الفساد الذي هو يعتبر ظاهرة حقيقة هي ظاهرة عالمية وليس ظاهرة في لكن ليبيا ربما بسبب ترهل مؤسسات الدولة ربما مستشري فيها أكثر من دول عديدة. لكن هل تم طرح، أنت ذكرت يعني بعض القوانين التي أصدرها المؤتمر الوطني العام من أجل مكافحة موضوع الفساد، لكن هل تم طرح موضوع الفساد اليوم كجزء من الأزمة؟ هو من جزء من الأزمة أكيد، يعني هناك جزء من الأزمة أن هناك فساد، ولكن الفساد ليس بالصورة التي هي ممكن يعني يسوق لها. هناك فساد فعلا، ولكن هناك خطوات عملية لإصدار قوانين وتعديل قوانين ومنح صلاحيات للأجهزة الرقابية المتمثلة في ديوان المحاسبة هيئة الرقابة الإدارية من أجل تفعيلهم، وكذلك لابد من نشر الوعي لدى المواطن ولدى الموظف ولدى المسؤول من أجل مكافحة هذا الفساد. قبل أن نغلق ملف موضوع الفساد، يعني أيضا من ضمن مكافحة الفساد لابد من تفعيل الأجهزة القضائية، يعني هل هناك خطوات من أجل تفعيل الأجهزة القضائية؟ الأجهزة القضائية سيد عبد الرحمن هي دورها يأتي بعد ما يتم ضبط هذه المخالفة أو هذه الجريمة المتمثلة في اختلاس المال العام عن طريق ديوان المحاسبة، ومن تم إحالته إلى هيئة الرقابة الإدارية، وإذا تم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى إعطاء الاختصاص الجنائي لهيئة الرقابة الإدارية حيتم تتولى هذه الهيئة مباشرة الدعوة الجنائية أمام القضاء الليبي المختص. طيب أعود إلى انعكاس الأزمة المالية هذه على المواطن البسيط، كيف يمكن أن تنعكس هذه الأزمة المالية على المواطن؟ هل يمكن أن تتأخر المرتبات؟ يمكن أن يحدث سياسة تقشف؟ ربما بعض الخدمات قد تتوقف، صحية أو تعليمية إلى آخره، يعني هل هناك انعكاسات ربما على المواطن ربما يشعر بهذه الأزمة؟ رغم هذه الأزمة، ولكن كان المؤتمر الوطني العام والحكومة على رأس أولويتها لابد من يعني إيصال المرتبات إلى مستحقيها في أجالها وفي مواعيدها المحددة، وأحاطنا السيد وزير المالية أن كل المرتبات سنة 2015 تم إحالتها إلى مصرف ليبيا وهي في طريقها إلى 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 الموظفين أو الجهات المعنية. الذي أحب أن أقول أن الديدن المؤتمر العام وهمه وشغله الشاغل هو الآن العمل على توفير موارد مالية للميزانية 2016، ولا يتأثر بند المرتبات هي الباب الأول في الميزانية، والباب الرابع اللي هو الخاص بالدعم سوى السلعي أو الدعم المحروقات، والعمل على كذلك اتخاذ إجراءات عملية. في الأسبوع الماضي كان لدينا وزير الصحة وقاموا بالعمل على استيراد الأدوية وبعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، ووفقت الحكومة في تغطية هذه الأمراض
الأموال الخاصة بهذه الأدوية والمعدات. ما موضوع تعثر السيولة في المصارف؟ هل هناك سبب؟ والله يا أخي هذا موضوع السيولة طبعا يعني مرد إلى 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 المصرف المركزي الذي هو مسؤول عن السياسة النقدية. لم يتم وجه هذا السؤال لسيد وزير المالية، قال ليس من اختصاصي ما يتعلق بالسياسة النقدية في بيع الدولار مثلا أو في نقص السيولة، هذا شأن المصرف. وقال هناك تجاوب أو هناك تنسيق بين وزارة المالية ولجنة المالية بالمؤتمر العام وكذلك محافظ ليبيا من أجل تضليل الصعاب في هذه المسألة إن شاء الله. طيب ذكرت أيضا موضوع المرتبات وأن المؤتمر يسعى إلى تغطية جميع المرتبات، ماذا عن فئة المتقاعدين؟ يعني هل هناك إشكالية في مرتبات هذه الفئة أم أنها يعني للآن لا يوجد هناك يعني تأخير في صرف مرتبات المتقاعدين، لكن هناك هو مطالبة بتسويت أو برفع مرتبات الفئة المتقاعدين حتى تتساوى مع الزيادات التي أقرتها الدولة الليبية للموظفين في القطاع العام. حقيقة حضر معنا اليوم مدير فرع صندوق التقاعد طرابلس وقال أن صندوق الضمان الاجتماعي صندوق لكل الليبيين ويتم إحالة إيرادات من طرابلس إلى البيضاء أو إلى أي فرع آخر، وأن الحقيقة أن مرتبات صندوق التقاعد يتم يعني دفعها أو إحالتها إلى المصارف في 17 أو 18 من كل شهر حقيقة. طيب لك متى تسوى رواتبهم وترفع كما رفعت رواتب بقية الشرائح؟ هذه هي مسألة في ظل الوقت الراهن والظروف المالية الصعبة، استبعد أن يتم رفع المرتبات في هذه الحالة، بل لابد من إعادة النظر في المرتبات وتحقيق عدالة الاجتماعية وتقليل الفوارق بين بعض الجهات التي مرتباتها أعلى من طيب جهات أخرى. ما الذي حدث في هذا الموضوع؟ في هذا الموضوع أن وزير المالية أن وزارة طبعا المؤتمر العام شكل لجنة برئاسة السيد وكيل ديوان المحاسبة وقدم مشروع قانون لتعديل المرتبات، ولكن كانت هناك عليه بعض الملاحظات وغيرها. الآن وزارة المالية والسيد وزير المالية حقيقة أطلع المؤتمر بأنه في صدد تشكيل لجنة تتولى إعادة دراسة المرتبات بما يحقق العدالة الاجتماعية بين جميع فئات القطاع العام. متى قد تنتهي هذه اللجنة والله العملية؟ هو الحقيقة قال الآن القدم على العمل باشر في هذا الموضوع، وحيتم إحالة هذا الموضوع إلى المؤتمر بعد انتهاء هذا المقترح وعرضه على الجهات المختصة وسماع آراء المختصين والجهات العامة كذلك. لا يوجد حتى سقف زمني يعني حتى أقصى يعني لم يحدد مدة، ولكن قال لابد أن يستشير جل الفئات المشمولة بهذا القانون أو بهذا المقترح قبل إحالته إلى السلطة التشريعية لإقرار. طيب ذكرت أن المؤتمر طرح عدة بدائل من أجل يعني توفير الميزانية أو توفير موارد أخرى غير مورد النفط، لو أطلعتنا أكثر على هذا الموضوع. الحقيقة يعني هي كان الهدف من الاستماع إلى السيد وزير المالية اليوم هي سماع المشاكل وسماع الحلول والمعالجات. حقيقة أفاض السيد وزير المالية وأحاط المؤتمر بكل خفايا هذه الأزمة، وأن حكومة الإنقاذ تعمل من أجل حلحلة هذه الأزمة. كانت لديه ورقة علاجية تم استعراضها، منها ترتيب ترشيد الإنفاق وترتيب الأولويات في الصرف، وكذلك إمكانية في أن هناك بعض الشركات القابضة مثل شركة الاتصالات أو شركة الخطوط ولغيرها لديها موارد مالية، ولكن نظرا لعدم وجود قوائم مالية موحدة لا يتم يعني إحالة نصيب الدولة الليبية حتى يتم تمويل الميزانية. فاقترح أن يتم إصدار قانون يخصص من أرباح هذه الشركات مبالغ معينة سنويا تحال إلى وزارة المالية تصرفها على القطاعات الخدمية. كذلك قال لابد من وجود قانون، وأنه حيطرح بعض مشاريع القوانين منها الإيد للقطاع العام بالاستثمار في والاستفادة من عوائد هذا الاستثمار، وهذا يتطلب استثناء من قانون مالي للدولة. وكذلك قال لابد من فيما يتعلق بالمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية أن يتم يعني إحالتها إلى الصناديق السيادية مثل صندوق المؤسسة الوطنية للاستثمار التي لديها حوالي رأس مال يعادل 65 مليار دينار ليبي يمكن تستثمر في هذا المجال، وطلب عدة تشريعات في تعديل قانون الضرائب والجمارك، وكذلك ممكن في بعض الضرائب الخاصة بالدخل. وفيما يخص عرض وجهة نظر خصخصة القطاع العام خصوصا قطاع الصحة، هذا القطاع مهم جدا
جدا للمواطن الليبي مقابل خصخصة يتم اعتماد التأمين التكافلي لكل مواطن ليبي، وفي هذه الحالة تتحسن الخدمة الصحية. كذلك المؤتمر العام بتوفيق من الله سبحانه وتعالى الأسبوع الماضي قام بإصدار قانون الصكوك حسب الشريعة الإسلامية، وأشاد الوزير بهذا القانون. طيب. وربما أن من خلال هذا القانون أنه المصارف التجارية العاملة في ليبيا لديها حوالي 56 مليار دينار ليبي سيولة متوفرة عليه، يمكن بهذه الصكوك وبهذه خلق مشاريع مشاركة معها أو إعطائها مشاريع الإسكان العام تتولى استثمارها، حيث أن المؤتمر العام بفضل الله سبحانه وتعالى قد ألغى الربا، وفي هذه الحالة المصارف عاجزة عن تمويل أو تحصيل إيرادات بدون ربا، وممكن فتح هذا المجال وأن تستثمر هذه المصارف في مجال العقاري في ليبيا وحدة السكنية في شرق البلاد وغربها وجنوبها، وإعطاها فرصة الاستثمار أولا يتم. طيب. إنجاز هذه المشاريع وإعطائها إلى المواطن، ومن تم يكون هناك إيراد لهذه المصارف. هذه الإجراءات حقيقة إجراءات كثيرة وربما تستغرق مدة زمنية طويلة، خاصة موضوع الاستثمار في المجال العقاري إلى آخره، يعني في المدى القصير، يعني ما هي الإجراءات التي ستتخذونها في المدى القصير من أجل هذه ميزانية 2016؟ الآن وزارة المالية هي حسب قانون المالي للدولة كانت قبل نهاية السنة تقدم بمشروع، ولكن نظر لبعض المشاكل الآن اللي حدثت في ليبيا ونظر لاستلام السيد الوزير مهامه قبل 3 أشهر فقط، أنه الآن شرع في تشكيل لجنة لإعداد الميزانية حسب قانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات، وسوف يقدم مشروع القانون للمؤتمر، وسننظر إلى هذا القانون ومصادر تمويله وكيفية معالجة العجوزات التي ممكن أن تواجه هذه الميزانية إن شاء الله. ما الذي تستهدفونه بهذه الإجراءات؟ هل تستهدفون تجاوز الأزمة المالية التي تمر بها ليبيا أو مجرد التخفيف من حدتها، وإلى أي مدى تخفف هذه الإجراءات من حدة الأزمة؟ الحقيقة هي فعلا أزمة، كما قلت أن أزمة إقليمية ودولية، ولكن لابد من مواجهتها، ولكن الأزمة ليس بالصورة التي يسوق إليها الآن، وإنها كارثية وأن الدولة يعني الاقتصاد الليبي لن ينهار. لن ينهار بعون الله تعالى، بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الرجال المخلصين سواء في شرق البلاد أو غربها، وتكاتف الجهود من أجل الوصول إلى تمويل الميزانية، سواء من نطلب من خلال هذا المنبر كل من في غرب البلاد وشرقها أن يرفعوا الحظر أو إقفال الحقول النفطية، لأنه يمس بقوت الليبيين، ونعمل وأقولها صراحة إن حكومة الإنقاذ والمؤتمر الوطني العام في طرابلس يقوم بأداء مهامه لكل الليبيين، سواء كانوا في الفجر أو في الكرامة في شرق البلاد أو في غربها، أو الذين حتى يحاربوننا الآن رواتبهم تصرف إليهم من هذا ربما سؤال كنت أريد أن أطرحه عليك بما أنك ذكرته، يعني كيف يعني لأناس منشقين عن الدولة تعتبرونهم خارجين عن القانون، يعني يسيئون استعمال مناصبهم إلى آخره وتصرفون لهم رواتبهم، لا يوجد قانون يجب أن تتوقف عنه؟ يا أخي عبد الرحمن، المرتب ليس في شخصي الذي انشق على الدولة أو تمرد عليها، هذا المرتب خاص بأسرة الليبية، والأسرة الليبية تهمك وتهمني وتهم كل مواطن ليبي، ونحن كحكومة إنقاذ ومؤتمر ترفعنا على هذه المسألة، وكل الليبيين سواسية أمامنا. وزارة المالية لم تقف صرف مرتباتها لا في أي منطقة من المناطق، حتى الذين الآن يقفلون الحقول النفطية مرتباتهم تصرف إليهم إسوة بإخوتهم الليبيين، وأنا أقول لابد من أجل حل هذه الأزمة أن نترفع عن خلافاتنا ونجنب قوت الليبيين الصراعات السياسية والتجاذبات السياسية، ونجنب الإدارات السيادية مصرف ليبيا ووزارة المالية أي خلاف، ونحن على تم الاستعداد لمد يدنا إلى الآخر من أجل حل هذه الأزمة والوصول إلى بر الأمان إن شاء الله. هناك مصرف موازي لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس، هناك مصرف آخر في البيضة، يعني هل هناك يعني أي دور يقوم به هذا المصرف المركزي في مدينة البيضة؟ هل هناك تعاون ما بينه وبين مصرف طرابلس؟ الله أعلم، يعني هل هناك تعاون بين مصرف البيضة ومصرف طرابلس؟ الذي نتعامل معه مصرف ليبيا الموجود في طرابلس، وهذا المصرف يحول في جميع المرتبات والمخصصات المالية الخاصة بالجهات العامة، سواء من كان دعم محروقات أو دعم مستشفيات أو مجالس بلدية، إلى كل مناطق ليبيا بدون استثناء.
على ذكر موضوع الدعم، يعني ما الذي حدث في موضوع رفع الدعم أو استبداله بالدعم النقدي؟ أقر هذا القانون العام الماضي، وكان المستهدف من أن رفع الدعم في ميزانية 2015، ولكن نظرا للظروف لم يتم رفع الدعم، وهذا الموضوع طرح على وزير المالية وسينظر إليه في حالة وجود تمويل في هذه الميزانية ومخصصات أن يرفع الدعم كأحد بدائل ترشيد الإنفاق في ليبيا إن شاء الله. قمت بإجراء تعديل وزاري كما سبقا ذكرنا يعني في المدة السابقة، هل كان هناك فرق في الأداء ما بين الحكومة السابقة وهذه الحكومة؟ الحقيقة أن هو تقليص الحكومة هذا كان من الأمور ومن من الإجراءات التي وجب على المؤتمر اتخاذها. كانت هي حكومة حقيقة كانوا فيها أناس فضلاء وناس من التوار وناس غيره، ولكن كانت بحكم 30 وزارة، هذا زاد الأعباء المالية للدولة. في ظل هذه الظروف كان لابد من تشكيل حكومة مصغرة من أجل ترشيد الإنفاق بالدرجة الأولى وترتيب الأولويات بالدرجة الثانية، والعمل على تقليص هذه الوزارات من أجل الحد من الإنفاق العام والحصول على موارد يمكن صرفها في أوجه أخرى حقيقة. ما الذي تريد أن تقوله للمواطن في ختام هذا الجزء من الحلقة؟ أقول للمواطن أن نحن فعلا أن في تقصير، لا أنكر ذلك، ولكن هناك أزمة، وهذه الأزمة ليس بما هو يسوق إلى أنها أزمة كارثية، وأن البلاد إن لم تقفل يعني تقبل باتفاق السياسي الآن حتنهار، هذا كلام كل عالي صحة. في أزمة، ولكن الأزمة بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل جهود الناس الخيرة. يعني هذه الأزمة السياسية يعني لا تؤثر كثيرا في موضوع هناك من يسوق لفرض هذا الاتفاق السياسي انه اذا لم يتم الاتفاق على او القبول بالاتفاق السياسي ومخرجاته حتنهار الدوله الليبيه. اقول هذا امر عاري على الصحه، هناك ازمه فعلا، وهذه الازمه اسبابها واضحه، هي تدني الايرادات النفطيه، وان هذه الازمه انهيار اسعار النفط، ولكن بحول الله وقدرته نحاول ان نستاج هذه الازمه والتخفيف من اثارها على المواطن الليبي ان شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذ إسماعيل العايب، عضو المؤتمر الوطني العام وكذلك عضو اللجنة المالية بالمؤتمر، على تواجدك معنا. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. شكرا إن شاء الله. جزيلا لك. أعزائي المشاهدين، إذن بعد فاصل قصير نتطرق إلى الجزء الثاني الذي نتحدث فيه عن المصالحة ما بين ككلة والزنتان. إذن فاصل ثم نعود. يسر مؤسسة قمم الأندلس لخدمة القرآن الكريم وأهله أن تنظم دورة الإتقان والسند للحفاظ والمحفظين لمدة 20 يوما. يشترط في المتقدم للمشاركة بهذه الدورة أن يكون حاملا لكتاب الله ابتداء من يوم السبت الموافق 30 من شهر يناير من عام 2016 وحتى 19 من شهر فبراير من عام 2016، وذلك من صلاة العصر إلى صلاة العشاء يومية بمسجد عبد الله بن عمر السياحية، وسيجرى امتحان لقبول المشاركين يوم الخميس الموافق 28 من شهر يناير من عام 2016. للتسجيل يرجى إرسال رسالة نصية على الأرقام التالية: 091-746-0040 092-766-730 أو عبر صفحتنا على الفيسبوك مؤسسة قمم الأندلس. أهلا بكم مجددا. بعد أكثر من عام كامل من خروج أبناء ككلة من مدينتهم، ها هم يعودون إليها بعد توقيع اتفاق بين أعيان المدينة وأعيان مدينة الزنتان يقضي بخروج مسلحي الزنتان من المدينة تمهيدا لعودة أهلها إليها. عن هذا الاتفاق والأوضاع في مدينة ككلة نحدثكم في هذا الجزء من برنامج حوار المساء، ولكن بعد أن نتابع هذا التقرير. بعد أكثر من عام على قيام قوات تابعة لما يسمى عملية الكرامة، والتي تتبع المجلس العسكري لمدينة الزنتان بهجوم وصف بالغادر على مدينة ككلة الجبلية، والذي راح ضحيته كثير من الأبرياء، ونتج عنه نزوح لأهالي المدينة من بيوتهم وتركهم لمدينتهم، لتبقى ككلة خاوية من أهلها لأكثر من عام كامل.
إلى أن تم توقيع اتفاق يجمع بين أعيان مدينتي زنتان وكيكلا وقع في مدينة لصابعة، يقضي بخروج لكافة القوات التي دخلت المدينة وتسليمها إلى قوة محايدة من مدينة الزاوية تمهيدا لرجوع الأهالي لها. وبينما يرى كثير من المراقبين أن هذا الاتفاق وخروج المسلحين من مدينة كيكلا هو خطوة في الاتجاه الصحيح ليعود الأمن والوئام إلى مدن الجبل ويعود لأهله الاستقرار والتعايش الاجتماعي فيما بينهما، داعين إلى استمرار جهود المصالحة والتوفيق بين الأشقاء والإخوة، وآملين أن تتكرر هذه الاتفاقات بين كل المناطق المتخاصمة وأن يعود كل المهجرين إلى ديارهم. لكن آخرين يرون أن الاعتداء والتهجير لا تستقيم المصالحة فيه دون ما تحقيق يكون من خلاله عقاب رادع للظالم ونصرة للمظلوم لتدفن بعده الأحقاد وتؤد الفتنة وتتحقق المصالحة ويعيش الكل في أمان. وبين هذا وذاك، وبعد هذا الاتفاق يواجه المسؤولون عن مدينة كيكلا من مجلس بلدي ومجلس للحكماء والأعيان تحديات جمة تكمن في توفير الخدمات وإعادتها للمدينة لكي يتسنى لسكان كيكلا العودة إليها وتعود الحياة لتدب في أحيائها وبين وديانها من جديد. لتسليط الضوء على هذه المصالحة يسرنا أن نرحب معنا هنا في الأستوديو بالسيد إبراهيم الفرجاني مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي كيكلا. أهلا وسهلا بك سيد إبراهيم. وكذلك نرحب معنا عبر الهاتف برئيس لجنة الأزمة في كيكلا سيد خليل القاعد. أهلا وسهلا بك سيد خليل. يا أهلا وسهلا عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. لو بدأت بضيفي هنا في الأستوديو سيد إبراهيم، في البداية يعني كيف بدأ التواصل مع مدينة الزنتان وأعيانها من أجل التمهيد للوصول إلى هذا الاتفاق؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الاتفاق جاء نتيجة لسعي عديد من المدن حقيقة في هذا المجال، عدة مدن سعت في إصلاح ذات البين بين المدينتين وتصحيحا لما جاء في تقريركم ان المصالحه تمت داخل ارض كيكلا وليست في لصابعة، وكانت برعايه قبيلتي الحرق والحوامد. وكان طبعا لا ننسى دور لصابعة في تبادل الاسرى في بين المدينتين، كان لها دور جاد. ايضا كان عده قبائل في ليبيا من مصراته لترهونه لورفله للزاويه لغريان، عده قبائل حقيقه سوق الجمعه، الناس هذه كلها حاولت تسعى في هذا الملف وشاكرين جدا لسعيهم وان شاء الله نجوهم في المسارات يعني. سيد خليل القاعد يعني رئيس لجنه الازمه، ما هي الاطراف التي ربما لعبت الدور الابرز في الوصول لهذا الاتفاق؟ بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. حيث في الحال زي ما ذكر الاستاذ ابراهيم، كل الاطراف الان شاركت حقيقه، وانا عرفت هذه الاطراف هم الإخوة من منطقة الحوامد ومنطقة الحرارات، حقيقة ساهم مساهمة جادة في موضوع تقريب وجهة النظر بين اللجنتين للوصول إلى فك الاشتباك وخروج المسلحين من مدينة كيكلا. هذا الاتفاق هل هو اتفاق مكتوب أم أنه اتفاق شفهي؟ هل هناك شهود على هذا الاتفاق؟ نعم هو اتفاق مكتوب وشهد عليه كل من الإخوة في الحوامد وفي الحرارات. ما هي أهم بنود هذا الاتفاق؟ أهم بنود الاتفاق هو خروج المسلحين من مدينة كيكلا خارج الحدود الإدارية، وأيضا الالتزام بعدم المسح على الهوية من الطرفين، بما وعدم الاعتداء أيضا على الممتلكات المدينتين أينما كانت. وهذه حقيقة أبرز هذه البنود التي وردت في الاتفاق. طيب سيد إبراهيم الفرجاني، هل كانت هناك عقبات أو عوائق واجهتكم في البداية في التواصل مع أعيان مدينة الزنتان؟ وما الذي ومنذ متى شعرتم برغبة الطرف الآخر في أن يصل إلى تسوية لهذا الأمر؟ حقيقة منذ أكثر من 6 أو 7 أشهر كان فيه تواصل، كان فيه تواصل وكان فيه اختلاف في وجهات النظر، طبعا لميول الطرف الثاني لبعض الضغوطات عليه من قبائل أخرى شاركت معاه في هذا
الزحف على مدينة كيكلا لانتمائهم لكرامة وقصة البرلمان وكذا، كانت عدة ظروف تعوق مدينة الزنتان في التقدم في المصالحة معنا، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء ما شاء وتقاربت وجهات النظر وتم الاتصال مباشرة. طيب ما هي شروط مدينة الزنتان من أجل الانسحاب؟ يعني في مقابل ماذا استجابت مدينة الزنتان لكم وانسحبت من مدينة كيكلا؟ انسحبت مدينة الزنتان من كيكلا، سحبت مسلحينها مقابل وسمحت برجوع أهالي مدينة كيكلا إلى مدينتهم مقابل رجوع أهالي مدينة الزنتان إلى مدينة طرابلس. عندهم عائلات كثيرة مهجرة من طرابلس وخوفا من تعرضهم للمشاكل مع أهالي كيكلا في طرابلس، فكانت الاتفاق يقضي بأن عدم التعرض الطرفين لبعضهم وعدم القبض على الهوية، فكانت شبه متبادلة. طيب هل يعني هذا أن كان العائق من رجوع يعني أهالي مدينة الزنتان إلى طرابلس، يعني القاطنين في مدينة طرابلس رجوعهم إلى منازلهم فيها، يعني كان أهالي مدينة كيكلا؟ هذا من الأساسيات، عدم رجوع أهالي الزنتان لطرابلس، لأن الناس أهالي كيكلا معظمهم متواجدين في طرابلس وفي احتقان كبير بين المدينتين، وقد يتعرض أي واحد من مدينة الزنتان يجي لكيكلا، طبعا لما يدخل لطرابلس حيكون عرضة لأي مكروه يعني، فكانت الاتفاقية هذه خففت من وطأة الحدة الموقف اللي صاير، وإن شاء الله وصلنا لنقطة جيدة يعني في طيب سيد خليل القاعد، من ضمن الاتفاق أيضا بحسب ما ورد في التقرير أن تكون هناك قوة من مدينة الزاوية من أجل التأمين أو من أجل، كيف تم اختيار هذه القوة وما هي دورها؟ هو تم اختيار هذه القوة من الطرفين برضا الطرفين، وهذه القوة طبعا لان زي ما عارف ان في احتقان بين المدينتين وقد يصير في احتكاك، فهذا الطرف حقيقة للفصل بين المدينتين على الاقل بصورة مؤقتة حتى تهدى الامور الى حد هذه الامور بين المدينتين. طيب يعني هل تضمن هذا الاتفاق اي شيء عن موضوع الأسرى، عن موضوع الجثث، عن موضوع الديات في القتلى؟ هل تطرق الى شيء من هذا النوع ام كيف سيتم معالجة هذا الموضوع؟ فيما يتعلق بالأسرى تم تبادل الأسرى، اما فيما يتعلق بالديات فانت عارف الاتفاق لا يحتوي على مصالحة، بل زي ما ذكرت لحضرتك هو فك الشباك، وكما جاء في تقريركم لابد حقيقة من اظهار الحقيقة ولابد ان يعاقب الجاني مهما كان من اي جهة. نعم. هذه منطقة يعني تعرضت إلى تدمير بالكامل، تعرضت إلى قتلها، تعرضت للتهجير، فلابد حقيقة من إحقاق الحقيقة، وإظهار الحق ومعاقبة الجاني. ألم تشترط مدينة الزنتان مثلا عدم ملاحقة أبنائها قضائيا، التنازل عن بعض حقوقكم من أجل فك هذا الاشتباك؟ لا، لم يرد هذا في الاتفاق. لم يكن إذن في هذا الاتفاق أي تنازل من قبلكم؟ نعم، لم يكن في الاتفاق. طيب أعود إليك سيد إبراهيم الفرجاني، هل هناك ضمانات تم يعني كما نعلم ربما هناك كثير من الهدن حدثت، كثير من المصالحات، يعني لو ضربنا مثالا يعني الهدنة مع ورشفانة يعني شهدت تعثر وشهدت انتكاسات، مثلا اتفاقية المصالحة مع أنها وقعت في الدوحة ما بين التبو والطوارق تم انتهاكها يعني أكثر من مرة، هناك الحقيقة كثير من الهدن في مناطق ليبية كثيرة ومصالحات أو وقف إطلاق نار، اتفاقيات لوقف إطلاق نار ويتم اختراقها وانتهاكها، هل هناك ضمانات من أجل عدم حصول مثل هذا الشيء أيضا في مدينة كيكلا؟ حقيقة لا ضمانات إطلاقا في هذا، الضامن الوحيد هو الله سبحانه وتعالى، من تم الضامن الوحيد هي الكلمة الشرف والمطاق، والتي كانوا على رأسها أهالي مدينة قبيلة الحوامد والحرارات بارك الله فيهم، وكان سعيهم مشكور، وهم الضامن الفعلي. وفي نفس الوقت أنا أستبعد أن تكون فيه نوايا سيئة من الطرفين لبعضهم، بعد لأن الطرفين
تقدموا للمصالحة بما إرادتهم بدون أي ضغوطات، فأعتقد أن الضمانات هي المطاق لا أكثر لا أقل، فليس هناك أي ضمانات. وحتى القوة الراعية لهذا الصلح هم مشكورين جدا، ولكن هم في نهاية الأمر لاختراقات بسيطة يمكن أن يحدها، أما إذا كان الموضوع أكبر من هيك فهم ما أعتقدش عندهم طيب استطاعة للتدخل. يعني عودة أهالي مدينة كيكلا وعودة أبنائها إليها، هل تم اشتراط مثلا عدم عودة الأهالي بأسلحتهم مثلا أو أبناء مدينة كيكلا بأسلحتهم؟ نعلم أن ثوار مدينة كيكلا هم الذين دافعوا عنها في البداية، هل هناك اشتراط بالعودة بدون سلاح مثلا؟ لا لا، أم أنهم سيعودون بأسلحتهم لا كجزء لا من الضمانة للدفاع عن النفس؟ لا لا، بدون أي قيد أو شرط رجوع الأهالي لكيكلا. طبعا هي مسألة الأهالي رجعت هنا، في الشباب والثوار والكتائب والسرايا رجعت، المجلس العسكري رجع لداخل المدينة، لكن طبعا قام بحماية المدينة وتأمينها ومنع باقي أهالي المدينة من الدخول نظرا لما تعانيه المدينة من ويلات ومن مخلفات الحرب والغام، وتفاديا لأي مشاكل أخرى قد تطرأ لا سمح الله. فما زالت المدينة ممنوع الأهالي من دخولها نظرا لظروفها الراهنة. على ذكر يعني الغام ومخلفات الحروب، هناك خبر حول انفجار لغم على احد شباب مدينة كيكلا، لست ادري اذا كان هذا الخبر صحيح. اليوم احد الشباب كان داخل لسياج منزله يدعى توفيق سليمان الفيتوري اصيب بلغم ارضي وقد نقل للمستشفى غريان، ولا اعلم بالضبط حالته الصحيه مدى درجه الاصابه. طيب سيد خليل القاعد، اذا كثير من المدن شاركت في التمهيد لهذا الاتفاق وفي الدفع به حتى وصل إلى ما وصل إليه، ماذا عن المؤسسات الرسمية سيد خليل القاعد؟ يعني هل كان هناك أي دور لحكومة الإنقاذ للمؤتمر الوطني العام، أم أنهم كانوا غائبين تماما يعني عن هذا الاتفاق؟ ليس لهم أي دور في هذا الاتفاق، لم يكن هناك أي طرف يمثل حكومة الإنقاذ ولا حتى لديهم أي علم ولا يتابعون أصلا يعني هذا الأمر. هم علموا منا شخصيا من المجلس البلدي بهذا الموضوع، ليس لديهم أي علم بهذا الموضوع. الله أعلم إلا إذا كان عندهم متابعات أخرى، لكن إحنا لا نعلم من تابعين لهذا الحدث إلا عن طريق مجلس البلد. وماذا كان موقف الجهات الرسمية؟ يعني هل لديها أي تحفظات على مثل هذه الاتفاقيات؟ يعني في السابق يعني رأينا المؤتمر الوطني العام يتحفظ على الهدن التي أجرتها بعد الكتائب مع قوات ما يتعرف بجيش القبائل لآخره، فهل كان هناك أي نوع من هذا التحفظ؟ الآن حقيقة ليس لهم أي تحفظ على هذا الموضوع، بل هم حقيقة يعني احنا طلبنا منهم الدعم وهم حقيقة إلى حد ما تجابوا، لم تأتي أي منهم أي نتائج لحد الآن، لكنهم حقيقة إلى حد ما وافقوا أنهم سيكونوا داعمين لكيكلا ولعد أعمارها يعني. طيب إذا ما دور هذه المؤسسات؟ يعني هل كان لها أي دور في غضون الأزمة؟ يعني إن لم يكن لهم دور في الاتفاق وفي فك هذا الاشتباك كما وصفته، هل كان لهم أي دور في موضوع الأزمة أو التخفيف منها؟ دور كان ضعيف جدا بل هامشي، ليس لهم دور حقيقة فعال، بل عانت المدينة معاناة شديدة وحقيقة تحتاج احتياج شديد خاصة بالنسبة يتعلق بالسكن. حقيقة معاناة يعني كانت معاناة كبيرة جدا. هل تواصلتم أنتم مع المؤتمر الوطني العام مع حكومة الإنقاذ؟ كيف كان تواصلكم وكيف كانت استجابة هذه الجهات الرسمية إلى مطالبكم؟ في الوقت الحاضر الآن تواصلنا احنا مع الدولة وكل مؤسساتها وراسلناهم مراسلات رسمية، والآن هم الآن أبدوا لكن لم يأتينا منهم أي شيء حتى الآن. طيب ما تعليقك سيد إبراهيم الفرجاني؟ بحكم انك عضو المجلس البلدي يعني او مدير المكتب الاعلى بالمجلس البلدي. حسن النوايا سيدي الفاضل لا يعني شيء في وضع راهن مثل مدينه كيكلا. اليوم استمع الى وزير الماليه، يعني بعد هالهولاء الويلات واللي شافوه من في مدينه كيكلا وشن صاير في مدينه كيكلا، اليوم يصرح السيد الوزير بانه قد تم تخصيص 2 مليون لمدينه كيكلا. 2 مليون هذا ما يكفوش ملف الالغام فقط في كيكلا مش مخلفات الحرب. مش معقوله الدوله كامله تشبح في وضع راهن زي هذا، واول ملف يحط الحكومه على المحك الحقيقي يواجه بزوز مليون، يعني هذه مبلغ يعني زبيد. مبلغ ما المفروض انه ما طرحش هذه تقدمه منظمه.
مش وزارة مالية في حكومة كاملة وفي منطقة مهجرة اليوم أكثر من سنة فيها مخلفات حرب، تبي منظمات دولية تخش تعاون في هندسة ميدان. أنت للآن رئاسة الأركان لم تبعث أي فرقة من هندسة ميدان لتنظيف المدينة من ألغام ومخلفات الحرب، لم نرى من الحكومة حقيقة حتى هذه اللحظة أي تعاون جدي. تراسلنا، راسلتهم معدة منظمات حقوقية، منظمات إنسانية، بس للآن ما فيش. إذن هذه فرصة، هذه فرصة لكي ربما توجه نداء إلى الجهات المسؤولة، إلى وزارة الدفاع، لرئاسة الأركان، من أجل يعني القيام بدورها الذي يمكنها أن تقوم به في هذه فرصة. هذه فرصة لجميع الوزارات ولرئاسة الأركان أنهم يثبتوا أنهم فعلا يستحقوا أن يكونوا في هذا الحدث وفي على مستوى هذا الحدث، وأنهم يكونوا فعلا حكومة تنقاد. أما أن فاتتهم هذه الفرصة فما زالت عدة مدن مهجرة، الملف حيطول وحيكونوا في موقف صعب جدا جدا. طيب سيد خليل قاعد، نريد أن نتحدث عن مظاهر الخراب والدمار الذي لحق بمدينة كيكلا، وكما أشار ضيفي هنا ربما خصصت وزارة المالية 2 مليون دينار من أجل التخفيف من أزمة الأزمة الحاصلة في كيكلا، وهو مبلغ ربما زهيد جدا كما قال، لا يكفي حتى لإزالة الألغام. فهل هناك أي تقديرات يعني لحجم الكارثة وحجم التعويضات التي تحتاجونها؟ وفي احنا حقيقة لدينا لجنة متخصصة في حفظ الأضرار التي أضرت بالمدينة، ولكن المدينة حقيقة المدينة منكوب بمعنى الكلمة، وصل الضرر في القطاع العام والقطاع الخاص على كل المستويات، البنية التحتية متهالكة، الصحة، الكهرباء، المياه، الطرق، كل هذه متهالكة، منازل للمواطنين غير صالحة للسكن. يعني حقيقة استعملت كل أنواع الأسلحة المعروفة لدى الليبيين في هذه المعركة على مدة 49 يوم، معركة على أشدها، لم تترك حتى لا المساجد ولا المقابر ولا المنازل ولا المستشفيات. المستشفى خراب، حتى الثلاجة الموتى أيضا قيمت ونزعت منها كل محتوياتها. يعني هل تشير إلى أن إضافة إلى حجم الأضرار التي تسببت بها الأسلحة والقصف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، كان هناك تخريب بسبب عمل النهب والسلب والسرقة؟ نعم. فيما نعم. يتمثل هل يعني في بيوت المواطنين، في ممتلكاتهم، مواشيهم، المستشفيات، الجهات العامة؟ سيد الفاضل، الآن كيكلا لا شيء إطلاقا، لا ممتلكات مواطنين ولا ممتلكات عامة. اضرب لنا بعض الأمثلة يعني حتى نقرب الصورة أسلاك الكهرباء على سبيل المثال غير موجودة، عامة الكهرباء غير موجودة، محولات الكهرباء غير موجودة. تم سرقة حتى محولات الكهرباء غير موجودة من هو بالكامل، مخازن أحجمة طارقة لا تجلس. طيب سيد إبراهيم الفرجاني، يعني إذا أزمة كبيرة، يعني هل دمرت مدينة كيكلا بالكامل أم ما هي نسبة الأضرار التي لحقت بها؟ 50%، 80%، 90%، 100%؟ هي كيكلا من أيام الطاغية وضعها معروف صعب جدا للليبيين، وهي صعب جدا، ولكن رغم بساطتها ورغم هي الآن أنقاض مدينة وليست مدينة بالكامل. المستشفى نزعت منه حتى زي ما ذكر الأستاذ خليل، غرفة الموتى، غرفة الأشعة، جميع حتى الأسلاك الكهربائية اللي داخل الحجرات تم نزعها، جميع الغرف، المساجد دمرت بالكامل. بإمكان كاميرتكم أن توقف على داخل المساجد، تخش للمرافق التعليمية، تخش لمرافق الدولة، تشوف مش إطلالة سريعة، تدخل داخل الأماكن هذه وتشوف بدقة، حتى اللي من الخارج يتهيالك أنه كان جيد هو من منزوع السقف ومحروق من داخل، وحتى اللي ما وصلهاش الدمار بالأسلحة تم حرقه باليد، فكارثة كبيرة جدا. وأعتقد أن الحكومة ونوه أن فعلا فريقنا اليوم قام بزيارة لمدينة كيكلا، وسيتم عرض الصور عندما تجهز يعني ربما في وقت لاحق. طيب سيد إبراهيم الفرجاني، في هذه الحالة يعني كيف ربما يتسنى للمواطنين العودة إلى منازلهم؟ يعني إذا لم تعد هناك منازل، هل هناك أولا سكان لا يزالوا يسكنون في مدينة كيكلا؟
لا يوجد أي سكان فيه، قرية أو اثنين كانت بعدين على الأطراف المدينة، لا زالوا أهلها موجودين حقيقة في مناطقهم، ولكن باقي المدينة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسكن أي عائلة داخل هذه المدينة، نظرا للدمار الشامل الذي لحق بجميع ملحقات المدينة سواء من مرافق أو من مباني. فمن الصعب جدا، أنا أعتقد بالميزانية الضخمة اللي قدمها سيد وزير المالية، أعتقد المسألة ستطول لمدة شهور لم تكن سنوات. طيب سيد خليل القاعد، أنت كرئيس للجنة الأزمة في مدينة ككلا، يعني ما هو تصوركم رؤيتكم من أجل حل هذه الأزمة؟ يعني كيف ترون أنها سيتم حلها؟ كيف سيعود الناس إلى بيوتهم؟ كيف ستعود المدينة إلى سابق عهدها؟ سيد الفاضل، بدون دعم مالي وجاد من الدولة لا يمكن عودة الأهالي إلى بلادهم. المدينة تحتاج إلى إعادة تأهيل في كل مرافق. المدينة الآن محتاجة كهرباء، محتاجة مياه، محتاجة مستشفيات، مراكز صحية، طرق أيضا مقطوعة، بعض الكاميرات في الطرق أيضا مهدمة، بيوت الأهالي كثير من الجهلاء حقيقة ممسوح على الأرض، في اللي منفجر من الداخل، إلا صور الخارجي مازال موجود فقط لا غير. بالإضافة إلى أن البيوت من الداخل منهوبة لا يوجد فيها شيء، بمعنى أن المواطن عندما يرجع لبيته حتى ولو كان بعض البيوت في الأطراف المدينة ما زالت سليمة، إلا أن حقيقة فارغة من أثاث، فارغة من كل شيء، يحتاج المواطن لدعم حتى يستطيع أن يتمكن من السكن في بيته، خاصة في ظل الظروف، ترى أن الظروف حقيقة متوالية صعبة، كان مرتبات ضعيفة، تأخر المرتبات، الأشياء حقيقة كلها ترك أهل المواطن، والمواطن كان موجود في طرابلس لمدة سنة، كثير من المواطنين حقيقة يدفعون الإيجارات، أراقاتهم الإيجارات، بل هناك من أراقات الديون. حتى الذين سكنوا في بعض العمارات وجدوها عمارات الحقيقة اللي كانت موجودة يعني غير مسلمة للمواطنين، هذه العمارات احتاجت حقيقة إلى تجهيز، جهاز المواطن لحساب الخاص، لا أبواب ولا نوافذ ولا بلاط ولا يعني حقيقة الأمر أرهق المواطن بشكل غير عادي. الآن الدولة إذا لم تقف وقفة جادة لتهيئة المدينة مرة أخرى، حقيقة المدينة ما زالت كما هي، ما زالت تعتبر منطقة منكوبة بمعنى كلمة. طيب يصعب رجوع الاهالي الى مدينتهم في هذه الفتره القريبه. زي ما ذكرت كل الظروف المحيطه بهذه الاوضاع ارهقت يعني ارهاق شديد. طيب هناك من يتساءل حول ملف المفقودين سيد خليل القاعد، يعني نعم، ما الذي جرى في هذا الملف؟ هذا الملف فتحت فيها محاضر لدى الدوله وارسلت الى بعض الوثائق الى الجهات الحقوقيه وارسلت الى هيئه الامم المتحده بعض المذكرات. وما في ذلك شك هذا الملف تحت المتابعة. كم هو عدد المفقودين حتى الآن مسجلين لديكم؟ والله لا أذكر أنا بالضبط العدد الحقيقي، لا يحضرني العدد الآن. طيب لأن ربما بعض، نعم تفضل. طيب سيد إبراهيم الفرجاني، إذا ربما في ختام هذا الجزء من الحلقة وفي ختام هذه الحلقة بالأحرى، ما هي الكلمة التي تريد أن تقولها؟ والله أنا نحب نذكر بأن المجلس البلدي ككلة واللجنة الأزمة بالمجلس البلدي في ككلة في موقف محرج جدا. الوضع، الناس في الشارع، الناس في طرابلس طالب كلها بعودة إلى منازلها. الوضع تشبح فيه كلكم وتسمعوا في وزارة المالية شن قدمت، يعني والكل يحط اللوم على المجلس على كذا. الناس فعلا في لم تقدم لهم حتى الآن يد العون من أي جهة، سواء من منظمة، سواء من حكومة، سواء من برلمان، سواء من رئاسة أركان. هذه اللي أقل تقدير أنها تبعت فريق هندسة ميدان يكشف على الغام باش تستطيع حتى الناس الحركة داخل المدينة. شكرا جزيلا لك سيد إبراهيم الفرجاني، مدير المكتب الإعلامي بالمجلس البلدي ككلة، كنت معنا في الاستوديو. كما نشكر السيد خليل القاعد رئيس لجنة الأزمة لمدينة ككلة على تواجده معنا عبر الهاتف. شكرا جزيلا لكم أعزائي المشاهدين لطيب متابعتكم، إلى أن نلتقي بكم، دمتم في أمان الله وحفظ ليبيا وأهلها. Thank you.